آية قصة آية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قصة آية. هذه السورة العظيمة لها قصة عظيمة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب سيد القراء، من عرف بالقرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه في نشوة غامرة: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، الله سماني لك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ يبكي من شدة الفرح. هذه هي الشهرة الحقيقية، يوم أن تعرف في السماء. إذا أردت أن تكون ممن يذكره الله في السماء فكن ممن يذكر الله عز وجل في هذه الأرض. قال الله في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله ذكرك الله. قصة آية.